مقدم ربنا عبد العزيز الممثل حاليا مصر. اهلا وسهلا فيك في بيروت الشمال. اليوم بعيدك التكريم ببيروت كمان مره، يعني شيء ما كنتش اتوقعه ابدا. سعيده جدا جدا جدا، انا ما كنتش فاكره ان البلدين فاكرني. ما حدش نسيك، كلنا بنحب مشتاقين لك. في شيء جديد ده ليك حضرتك؟ بشتغل، انا بعمل حاجات قليله لكن بعمل، وان شاء الله هيكون لي في الموسم الجاي حاجات ان شاء الله. بتمنى لك كلمة لجمهورك معيدة بمناسبة الميلاد ورا السنة، لا مو عشر على الفن، شو بتقولي لها؟ الحقيقة بتمنى أولا لبلدي الاستقرار والسلام والتقنية، يعني بتمنى للعالم كله يعني نحن كلنا نعيش في سلام. بتمنى يكون في بلد اسمها فلسطين موجودة معنا السنة الجاية. بتمنى أشياء كتير في البلاد العربية. مرينا بفترة يعني ما فيهاش أبدا سلام ودماء سالت كتير. بتمنى ما فيش ولا روح تروح.